تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء، التحيه تتجدد بكم مع كل انطلاقه من انطلاقه هذه الاشواط. انتهت الجوله الاولى، الجوله الرئيسيه التي حملت اربعه اشواط رئيسيه، شوطين للابكار وشوطين للقعدان، واحد للمحليات، يليها اخر للمهجنات. انطلق بدايه الجوله الثانيه التي تحمل ايضا هنا مشاهدينا الاعزاء اربعه اشواط. مجمل اشواط صباح هذا اليوم 16 شوط وزعت ما بين البكار والقعدان، حيث ينطلق خامس اشواط صباح هذا اليوم. انطلق الشوط الخامس الخاص بالابكار المحليات الاصايل، مقدمه الشوط والمركز الاول من تنطلق تحت اشعه اشراقه شمس صباح هذا اليوم. هذه هي مشاهدينا الاعزاء الشاهينيه، عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي ياتي بوجود الشاهينيه على المركز الاول. المركز الثاني الظفره، حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، بينما المركز الثالث الظبي، سالم بن راشد بضبيع الكتبي. المركز الرابع تتقدم فيه مزن مطر بن سهيل اليبهوني، بينما المركز الخامس حيث تتواجد كذلك زعفرانه لتنطلق بهذا الانطلاق، او هذه عفوا هذه الهده، عوض بن مبارك بن سعيد المهيري تدخلت ايضا بالمركز الخامس. المركز السادس تتواجد فيه ندى خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، ياتي مع انطلاقه ندى لتحتل ايضا المركز السادس. ننتقل الى المركز السابع، تنطلق فيه ايضا خداعه سعيد بن محمد الكليلي، ياتي بوجود خداعه في المركز السابع. المركز الثامن تتواجد فيه ايضا شوق لمطر بن سيل اليبهوني. المركز التاسع هذه شواهين عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي، يتقدم في هذه اللحظات مع ايضا المركز التاسع. والمركز العاشر تاتي كذلك زعفرانه غالب بن محمد بو حبل المنصوري، ياتي بوجود زعفرانه في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير. هذه النتيجه للاسماء المتقدمه والمراكز الاولى المنطلقه امام حضراتكم خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع، مع وجود هذه النوعيات التي بدات ايضا بانطلاقه ذاتيه تلقائيه حتى الان. ما شاء الله، شوف سرعه اللقايه، بدا الموسم وبدا ايضا بمفاجات قويه سوف نشهدها بمشيئه الله في هذا الموسم. بدايتها منذ صباح هذا اليوم اول انطلاقات شاره الديوان التي عمت جميع ميادين الدوله. ما شاء الله، هنا المقدمه المركز الاول مع ايضا عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي، ياتي بانطلاقه الشاهينيه التي تقود المسار وتنطلق ايضا بالمركز الاول، بينما الظفره خطيره، الظفره تتحرك. حاضر بن علي بن حاضر المزروعي ياتي بوجود الظفره. المركز الثالث بضبيعه بضبيعه، يتحرك بضبيعه على المركز الثالث. سالم بن راشد بضبيعه الكتبي ياتي مع ايضا المركز الثالث. المركز الرابع اليبهوني مع وجود المزن مطر بن سهيل اليبهوني، يقدم انطلاقه ايضا مشاهدينا الاعزاء. مزن تتواجد في هذه الانطلاقه بالمركز الرابع، انفردنا الاربع المراكز الاولى كما تظهر امام حضراتكم مشاهدينا الاعزاء المتواجدين كذلك في ارضيه هذا الميدان، الحاضرين لمشاهده سن المفاجات في اللقايه. ننتقل الى ايضا وجود وابداع الهده في المركز الخامس، عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يتقدم بمبارك في المركز الخامس. المركز السادس هي ندى خلفان بن محمد بن خلفان المزروعي، ياتي ايضا مع وجود هذا الاسم في المركز السادس. المركز السابع هي ايضا شوق مطر بن سهيل اليبهوني. المركز الثامن لسعيد بن محمد الكليلي خداعه. المركز التاسع كانت ايضا زعفرانه غالب بن محمد بو حبل المنصوري. المركز العاشر تتواجد شواهين عبيد بن مصبح العميمي، ياتي بشواهين في هذا الانطلاق. هذه النتيجه، هذه النتيجة للأسماء المتقدمة والمراكز الأولى المنطلقة أمام حضراتكم. دشنا الكيلومتر
الأخير بوجود شعار أيضا عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي ياتي مع أيضا انطلاقة ووجود مشاهدين الأعزاء هذه النوعية التي تقود المسار وهي الشاهينية تتقدم بالانطلاق وبالإثارة تتواجد مع أيضا صدارة هذا الشوط عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي يقدم الشاهينية المنطلقة والمنفردة في الأمتار الأخيرة انفردت على مقدمة هذا الشوط وراحت بالناموس وراحت بالمركز الأول وراحت بالانتصار لأبناء الميدان متقدما على الصدارة مبدعا في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة خلال هذا الانطلاق المميز مع وجود الشاهينية المنفردة ذاتيا وتلقائيا رغم تحرك الجميع من الخلف إلا أن بالصايغ مخلي عصاتها ببطانها هذه النوعية وهي الشاهينية تتواجد على المركز الأول عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي يأتي بانطلاقة شاهينية بضماعة يصل في المركز الثاني ولكن المسافة شاسعة تركتها الشاهينية ما بينها ما بين البقية تهانينا والناموس لعبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي على فوز الشاهينية بالمركز الأول في خامس أشواط صباح هذا اليوم ولحظة وصولها إلى خط النهاية المركز الثاني لعوض بن مبارك مسعيد المهيري ودخول مع بضبيعة في المركز أيضا الثاني والتحكيم ما بين الثنتين رابعا لسعيد بن محمد الكليلي وخامسا كانت أيضا هناك توقع لليبهوني على العموم تهانينا والناموس لعبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي على هذا الفوز والانتصار بست دقائق 15 ثانية